ملايين محاولات اختراق المنظومة الرقمية لوزارة العدل، ملايين من الداخل ومن الخارج لاختراق المنظومة وخفض المعطيات. إلى حد الآن والحمد لله لم يستطيعوا اختراق المنظومة، كان صرح بها وزير المدير العام للعاصمة وأعطى العدد بالتفصيل. عندنا خلية السيلول دو في التي تراقب ذلك على مستوى وزارة العدل. إذن هذه هذه بعض هذه بعض المبادئ التي أردت العفو قلت هذه بعض المبادئ التي لا أفسد الرئيس هذه بعض المبادئ التي أردت أن أتطرق إليها بصفة عامة قبل أن أضيف بعض الاستجابة الإجابات.